للجماهير، انا شايف ان الدوري محتاج يغير ولا برضه نصبر شويه؟ لا نصبر طبعا، نصبر طبعا، نصبر عشان نمشي ننجح المنظومه. اصل انت في ثانيه كل ما بتقول ارجع الجمهور الدوري بيبوظ، ففي مشكله احنا ما حلناهاش لسه. لسه ما اتحلتش. في بالعرب في جمهور سياسي موجود، تمام، مبوظ كل حاجه، تمام، فده ما اتحلش. داخل جوه جمهور كره القدم بالظبط، ده ما اتحلش. بص اقول لك حاجه، انا بقول من ساعه ما اتحرق اتحاد الكوره اتحرق نادي الشرطه والناس عارفه مين اللي حرق وما خدوش عقابه، الموضوع انتهى ولسه موجودين في الشارع. ما ممكن الدوري يبص في ماتش هايف، يعني الناس عايزه تعمل حاجه يروح ماتش هايف يروح مبوظينه، مش حد وحد يموت. يعني ممكن ما يركزوش على الاهلي والزمالك في في في, في ماتش معين كجماهير. ممكن اللي عايز يبوظ هيبوظ في حته تاني، حته ما بقاش فيها امن كويس، ما فيهاش شارع، حدش واخد باله، فصعب.